قلنا الامتحان بيجي في صورة ثقافة، وهنقول الثقافة بعد كده، وهي مكتوبة بالأسئلة والإجابة، وهنكمل كلامنا بعد كده بنماذج من الأعمال المرسومة ونماذج من الأعمال المرسومة متلونة. فمثلا هنقول إن احنا عندنا نموذج مرسوم بس من كده، فكرة قضاء يوم عطلة، أو ممكن يكون يوم شم النسيم، أي مناسبة من المناسبات. احنا بنتكلم على كيفية رسم الأشخاص والاهتمام بالنسب، وهنيجي نقول موضوع مثلا بيتكلم على وسيلة المواصلات من أفضل الوسائل مثلا هي القطار، أشخاص بس هنا الشكل ملون. وهنيجي نتكلم على موضوع تاني بيتكلم على الريف المصري. كل الموضوعات دي ممكن تكون شاملة الصف الأول والصف الثاني، وهنتكلم على قاع البحر، وهنتكلم على دي وسائل جميلة جدا متلونة خلصانة على البناء والتعمير، وكمان في لوحة بتتكلم على الريف المصري. احنا كده اتكلمنا بالوسيلة على كيفية عمل التعبير الفني من البداية خالص، من بداية ما قلت في الأول خالص لغاية النهاية بالتلوين. وطبعا هيبقى مرفق بكلامي بعض التصميمات وبعض الاعمال المرسومه باليد خط بس فقط بدون الوان، وبعض الرسومات المتلونه. وشكرا، واتمنى لكم التوفيق دايما.